تمام. طيب برضه عايز اكلمك في نقطه مهمه جدا وتوعيه اللعيبه، لان انا معايا دلوقتي كذا فيديو لكذا لاعب سواء الكابتن وائل جمعه او حتى علي معلول بتتكلم في اطار التوعيه مهم جدا، وانا عايز استعرض الجزء ده لان ده جزء هستعرضه قبل ما اطلع لفاصل. لكن شايف الجزء ده ازاي؟ بص، اللعيب ده او النجم او المثل الاعلى والقدوه لازم محمد يبقى عنده بلاش كلمه مهمه وطنيه، جانب مجتمعي، جانب مجتمعي، لان دول بيبقوا القوه الناعمه. انت بتحب واحد لما بيقول لك حاجة صح أو غلط بتنفذها، ما بالك بقى إن هو بينصح. فالتوعية دي حلاوتها إنها توعية خاصة جدا، مش توعية إعلانية بدون مقابل، المقابل بتاعها الوحيد هي علاقة الحب اللي بين الطرفين. فأنت بتقول لي حاجة خايف عليا وبتنبهه، شكرا لكل واحد مسؤول، لعيب أو عنده جماهيرية أو محبوب من الناس أو قدوة مثل، بيؤكد ده وبيعمل رسائل توعيه للجماهير. طيب تعالى نتابع اول حاجه، لان ده فيديو منشور طبعا من خلال موقع ووكاله اس العربيه، وبتتكلم على فكره توعيه من نجوم الكره المصريه والكره العربيه، لكن طبعا نجم النادي الاهلي الكابتن علي معلول كابتن المنتخب التونسي قال رساله مهمه جدا، نتابعها في هذا الفيديو. البطوله مكسبها مش من ماتش واحد، عشان نكسب دوري لازم نلعب 38 ماتش، وعشان نكسب كاس لازم نلعب تصفيات ومجموعات، وعشان نكسب بطولتنا قصاد فيروس كورونا لازم كل واحد فينا يلعب دوره كل يوم لغاية ما البطولة تنتهي. خلينا نبدأ النهاردة. منظمة الصحة العالمية تناشدنا بأنه كله يقعد في بيته على قد ما يقدر، وعارفين أنه في ناس كتير مش هتقدر وما عندهمش الاختيار ده، فعلى الأقل ابقى آمنا وحافظ على غسيل اليدين بانتظام وتغطية الفم والأنف عند السعال وإبعادها على العينين والأنف والفم. بي سيف علي معلول لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني التونسي. أهلا بحضراتكم من جديد إيهاب. الدكتور علي معلول. الدكتور علي معلول بس وصفها في مشهد رياضي. هو ده بقى. هو ده. يعني عارف في حد بيطلع يدي لك المعلومه وبيقولها كويس جدا، لكن بيقولها بخفه دم وبيقول لك معلومه كويسه وبيقولها بشكل باقتناع شويه. فاعتقد ان رسالته مهمه جدا، وعلي خفيف الظل يعني، ورسالته جميله واضحه للناس. يا رب كل الناس اللي بتحب النجوم الكبار دول تسمع كلامه. طيب.